تفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم، الله يستر عليك. الله يحفظك، تفضل. السؤال الأول، طال عمرك، الحين بعض المساجد الأئمة الله يجزاهم خير بعضهم يتأخر في التراويح، بعضهم يستعجل، والحين إذا بغيت أروح للمسجد اللي يطلع مبكر قبل، هو الأجر واحد أو أعظم من الأجر اللي يتأخر زيادة؟ طيب، واضح واضح. يا أخي، تحرى الإمام الذي يتقن الصلاة ولا يستعجل فيها، صلي وراءه مثل الذي يكيل للناس، فقد قال الله جل وعلا: ويل للمطففين. والصلاة هي أعظم مكيال، فاذهب إلى من يكمل الصلاة تراويح أو غير التراويح، وصلي وراءه، وتجنب الذي يخفف تخفيفا مخلا بالصلاة. نعم.